بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب صف خامس ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم معنا في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. تناول اليوم أو درس اليوم نتكلم عن خطة حل المسألة. الهدف من هذا الدرس أو فكرة هذا الدرس أن أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة. استعد. رأى صالح في متجر مضرب تنس طاولة ثمنه 29 ريالا و95 هللة، وحذاء تزلج ثمنه 99 ريالا و5 هللات ونصف أي 50 هللة، وجوربا ثمنه 9 ريالات ونصف، وعلبة قرات للتنس ثمنها 4 ريالات و75 هللة. ما الأشياء التي يستطيع صالح شراءها إذا كان معه 40 ريالا؟ في مثل هذا النوع من المسائل نستخدم الخطوات الأربعة لحل المسألة. وما هي الخطوات الأربعة؟ ومن منكم يشاركني الحل؟ نعم، إنها افهم وخطط وحل وتحقق. وافهم بتشمل نقطتين، المعطيات وتشمل المطلوب. فما هي معطيات المسألة؟ ثمن الأشياء جميعها موجود كما موجود في المثال وفي الصورة، ومع صالح كم ريال؟ معه 40 ريالا. وما هو المطلوب؟ المطلوب يا أولادي إيجاد الأشياء التي يستطيع صالح شراءها بمبلغ 40 ريالا. ما هي الخطة المستخدمة في هذا الدرس؟ نستخدم خطة إنشاء قائمة. ثم أنتقل إلى فقرة الحل. بما أن ثمن حذاء التزلج أكثر من 40 ريالا فنستبعده من قائمة الخيارات، ثم قرب ثمن كل قطعة أخرى إلى أقرب ريال. فمثلا مضرب التنس 29 ريالا و95% من الهللات، أي أنه يساوي 30 ريالا، وكذلك الجورب 9.5 يقرب إلى 10 ريالات، وكذلك علبة الكرات 4.75% تقرب إلى 5 ريالات. ابدأ بمضرب التنس. المضرب زائد الجورب يعني 30 زائد 10 بتساوي 40 ريال. يستطيع صالح أن يشتري مضرب وجورب. أيضا يستطيع صالح شراء مضرب وعلبتين من الكرات. أكتب مجموعة خيارات أخرى، أيضا جوربان زائد 4 علب كرات. يستطيع صالح أن يشتري جوربان سعرهم 20 ريالا و4 علب من الكرات سعرها أيضا 20 ريالا، والمجموع 40 ريال، المبلغ الذي لدى صالح. جورب زائد 6 علب من الكرات، أيضا الجورب 10 ريال و6 في 5 ب30 ريالا تساوي 40 ريالا، وهو نفس المبلغ الذي لدى صالح. أكتب خيارات أخرى لو ممكن. ممتاز، 8 علب علب كرات، أيضا 8 ضرب 5 يساوي 40 ريال. نتحقق من حلنا. تحقق من القائمة لتأكد من أنها تتضمن كل الخيارات الممكنة التي لا يزيد ثمنها أو سعرها على 40 ريال. ننتقل إلى فقرة حلل الخطة. أرجع إلى المسألة السابقة. ما الأشياء التي يمكن أن يشتريها صالح إذا كان معه 60 ريالا؟ في المثال السابق 40، الحين 60 ريالا. ننظر مع بعض ونشوف الإجابة. نقوم باستبعاد حذاء التزلج أيضا لأن سعره أكبر من 60 ريالا. ننشئ قائمة كما ترون، مضرب التنس وزوج من الجوارب وعلبة كرات. كل هذه النقاط، يعني أول نقطة عندي تمام، كم مضرب؟ 2، وكم جورب؟ جورب 1 تمام. وهنا كم يا أولاد؟ 2 و2 من علب من علب الكرات، وأيضا هنا مضرب و2 من الجوارب، و ليست هناك أي علب من كرات التنس، وهكذا. اتضح لنا مجموعة من الخيارات التي أمامنا. ما أعلى مبلغ يحتاجه صالح إذا أراد شراء حذاء التزلج وشيء آخر معه؟
الإجابة: يحتاج صالح إلى مبلغ أعلى من 100 ريال ليشتري حذاء التزلج. ننتقل إلى فقرة حلل الخطة. أيضا سؤال رقم 3: ما الخطة المشابهة لخطة إنشاء قائمة؟ درسنا بعض الخطط مثل التخمين والتحقق، تمثيل المعطيات، أيضا تمثيل النقاط، وإنشاء قائمة، وإنشاء جدول، والحل العكسي، وأيضا البحث عن نمط. أي من هذه الخطط تمثل أو تشابه إنشاء قائمة؟ إنها فكرة إنشاء جدول أو عمل جدول. تدرب على هذه المهارة. أول مثال عندي بيقول لي: استعمل خطة إنشاء قائمة لحل المسائل الآتية: أوجد عدد عمليات الضرب الممكنة عند استعمال الأرقام 1 و3 و5 و7 دون تكرار. افهم ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال الأرقام 1 و3 و5 و7 دون تكرار. كما ترون نخطط يمكن حلها باستخدام خطة إنشاء قائمة. كما ترون مجموعة من المسائل، كل هذه المسائل عددها 12 مسألة أو 12 عملية ضرب. تمام، أول مثال عندي بيقول 31 ضرب 75، 31 ضرب 57، وهكذا. كما ترون 12 عملية حسابية أو 12 عملية ضرب دون تكرار أي منها. لدى عبد الرحمن 20 ريالا، ما فئات الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون معه؟ افهم ايش افهم المعطيات. عبد الرحمن معه 20 ريال، المطلوب ما فئات الأوراق النقدية التي معه. نخطط حل بإنشاء قائمة. يوجد 10 احتمالات وكما يلي. هذه الاحتمالات هي: من فئة الريال ورقة واحدة، من فئة 20 ورقة، 20 ورقة من فئة الريال يساوي 20 ريال، 15 ورقة من فئة الريال وورقة واحدة من فئة 5 ريال، وهكذا 10 ورقات من فئة الريال وورقتان من فئة 5 ريال، 10 ورقات من فئة الريال وورقة واحدة من فئة 10 ريالات، وهكذا إلى أن يصل إلى ورقة واحدة من فئة 20 ريال. أمامنا كم خيار؟ 10 خيار. مسألة رقم 7، وهذه المسألة الأخيرة نتناولها في هذا الدرس. أصاب باسل لوحة السهام بسهمين، ما مجموع النقاط الممكن؟ أمامنا لوحة سهام اللون الأحمر، إذا جاء السهم في اللون الأحمر سجل باسل 3 نقاط، وإذا السهم وجد أو داخل اللون الأبيض سجل باسل 6 نقاط، وإذا داخل اللون الأزرق سجل باسل كم يا أولاد؟ 10 نقاط. نشوف مع بعض. افهم، أصاب باسل لوحة السهام بسهمين، إيش المطلوب؟ ممتاز، المطلوب مجموع النقاط الممكنة. نخطط بإيه؟ نستخدم خطة إنشاء قائمة. ممتاز، المنطقة البيضاء والمنطقة الزرقاء بساوي 10 زائد 6 يساوي 16 نقطة. طيب، والمنطقة الزرقاء مع المنطقة الحمراء 10 زائد 3 يساوي 13 نقطة، والمنطقة البيضاء مع المنطقة الحمراء يساوي 3 زائد 6 يساوي 9 نقاط. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.